يقول أحد أبناء علماء الدين: بينما أنا وأبي نسافر مع إحدى القوافل، سهرت ليلة مع أبي وحولنا الناس نيام، فقلت له: لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين. فقال: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق. استقامتك لا تعطيك الحق في اتهامك لغيرك بالضلال، فلا تنظر إلى العاصي أو الساهي عن ذكر الله تعالى نظرة استعلاء، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. فحين اختارك الله تعالى لطريق هدايته، ليس لأفضليتك على غيرك أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعملك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله تعالى بك لكنت مكانه. وإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة هو أحد إنجازاتك الشخصية، فالله قال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن كان هذا الكلام لمن هو خير البشر، فكيف بك أنت؟ العبرة من القصة: في الواقع أحبتي، إن المؤمن لا يحصر العبادة لله الواحد الأحد فقط في الصوم أو الصلاة، ولكنه يؤمن كذلك أن من العبادة الكف عن الخوض في أعراض الناس، والكف عن تسقيط الناس، والكف عن سوء الظن بالناس. فقائم الليل وصائم النهار إن لم يحفظ لسانه أفلس يوم القيامة. تحياتي لكم أحبائي.